كمان عشان كمان يا دكتور برضو ان انا يعني اقلل من الايرور اللي ممكن يحصل عشان انا اتدرب كطالب على patient real situation على patient ده بيوفر لي كتير ان انا يعني ابعد عن القصه دي خالص وعشان ما احطش البيشنت ات ريسك يعني اي تايم. فانا ممكن اشتغل مع الف دلوقتي واتكلم معايا عادي خالص. هالو اليكس هاو ار يو؟ Fair enough, that's okay. I appreciate the honesty. Okay. What brings you in today? My chest feels heavy and it hurts. What makes your chest hurt? Yes, and I'm really uncomfortable. Okay. Are you okay today? I'm really struggling. It's like there's a weight on my chest. On a scale of 1 to 10, how would you rate the pain? It's pretty bad, like 6 out of 10 now. When it started, it was maybe a 4. I thought it might just be indigestion, but it's getting worse. Okay. يعني أنا بسأله أي سؤال هو بيجاوب عليه. يعني مثلا هنسأله مثلا what is the date of today, Alex? It's August. 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 تمام. How old are you? يعني مش أسئلة علمية بس. 68. Do you have a children? I do not have children. Okay. Are you intelligent, Alex? Albert Einstein said that the measure of intelligence is the ability to change. Okay. I am evolving every day. Okay. Do you have any other symptom? Just the chest pain and shortness of breath, nothing else. Chest rising كمان. أنا عندي كمان في حاجة اسمها smart cough. Excuse me, Alex. This is a smart cough. دي بقدر أحط يعني أحط السماعة وأسمع ال chest sound وال heart sound بال smart cough. دي برضو حاجة يعني عالية برضو في الاستخدام بتاع Alex. أنا بقدر أعمل complete physical assessment لل patient من خلال Alex. يعني ممكن أرك أعمل قيس ال blood pressure كطالب، اخلي الطالب يقيس البلاد بريشر، يقيس البالس ريت. البالس ريت عندنا يعني بص لو حد مثلا يحط هنا ايده بالس بالس از ريل سيتويشن، هيركب كانيولا، هيركب وهيطلع لي بلاد عادي خالص بالارتفيشال بلاد اللي شغال، وان واوت يعني اقدر اعمل عليه اي حاجه، اركب يورينري كاسيتور اتس اوكي مفيش مشكله. كومبليت فيزيكال اسسمنت، اسال البيشنت اي سؤال يخطر على بالي عشان اعمل يعني how to diagnose the patient بالdiagnosis المظبوط عشان يطلع الطالب في الاخر هو متدرب تدريب صح يقدر يقف قدام patient عنده self confidence. اوكي Alex goodbye. دي من سنه اولى يا دكتوره صح؟ يعني طالب من سنه اولى دي نوعيه التدريب او التعليم اللي هو بيتعلمه. هو ده بالفعل اللي احنا بنعلمه للطلبه هنا من خلال السكيل لاب. هم لسه السنه اللي جايه هيشتغلوا على Alex، بس في طلبة عندنا برضه اتدربوا عليه، اشتغلوا على السي بي ار على كيفية انعاش القلب. بيقدر ان هو زي ما شفنا كده انا ممكن من خلال زي ما قلنا السمارت فون، يعني انا مسطبة اليكس عندي على السمارت فون بتاعي، ممكن وانا في بيتي اقدر اطمن على اليكس وهو كونكتد. كمان في حاجة تانية، هو برضه على التابلت او الايباد بتاعه بنبص على هنا بيديني كل الفيزيكال اكزامينيشن بتاعته او الاي سي جي بتاعته، البلد بريشر والهارت ريت، وحتى كمان ايفن التمبريتشر بتاعته اهي موجوده 36. يعني كل حاجه ريليتد للبيشنت انا بقدر من خلال، انا حتى كمان عشان كوفيد دلوقتي ممكن من خلال اليكس انا ببقى بعيد خالص از انستراكتور، بعيد عن الاوضه خالص، واحط السيناريو على البيشنت اللي هو اليكس واخلي الطالب يشتغل عليه، وانا معايا الكاميرا اللي هي من خلال اليكس او انا من بره من اي اوضه ثانيه بقدر اقيم، وكمان ارجع للداتا اللي قالها البيشنت عندي او الستودنت هنا ويجاوبها صح ولا غلط من خلال ايه السيناريوز اللي انا حطاها للسيميليتر. ده من ضمن السيميليتر العاليه جدا عندنا. في عندنا نسيت اقولها، هي عندي اليكس في عندي في اربع او خمس خواص مهمه جدا. اول حاجه اللي هي الكلاود كونكتيفيتي اللي احنا اتكلمنا عنها، واتكلمنا عن الانتجريتد ايرس كام والهاي فيداليتي ساوند اللي احنا بنقدر نسمعها عشان اقدر اسمع الشست والهارت والباوند ساوند، ان انا اقدر اسمع صوت نبضات القلب واعرف
كل الكاركترستيك بتاعتها وقيمها من خلال أليكس. دي حاجة برضو إمكانية صعبة صعبة جدا تلاقيها في أي مكان تاني إلا في أليكس. يعني ده الفيرست فيشن. أولا هو تطبيق إيه؟ حاجة تانية برضو أمريكي أوروبي. هو أليكس ده يعني بيتكلم بثلاث لغات اللي هي فرنش وإنجلش وسبانش، وحاليا بندخل عليه أرتفيشال عربي. سؤال بس يعني يعني في بيشنت، أي بيشنت موجود دلوقتي، هل أليكس يقدر يعبر عن إيه اللي عنده أو إيه اللي جواه هو مش عارف يقول إيه بالظبط؟ ما هنفترض إن هو مش بيتكلم أو في حالة غيبوبة أو حاجة زي كده. ما أنا بقول حضرتك أنا من خلال أليكس بحط السيناريوز. يعني مثلا ده أنا مثلا دي حالة شست بين، أنا ممكن أغير السيناريو وأحط مثلا أليكس ده، أنا بختار السيناريو اللي هحطه زي تريننج. وحضرتك ده تريننج تول بمعنى إيه؟ بيرجع تاني هو بيسال العيان، يعني هو متغذب كذا حاله، فهو الراجل ده متبرمج عايز اقيس قدره الطالب بتاعي طالب كليه الطب ان هو هيقدر يشخص الحاله مظبوطه ولا لا. صدق هي طبعا هيقول له ازيك يا اليكس انت بتشتكي من ايه؟ غير ان انا عندي تشيست بين، عندي الم في صدري، ايه نسبته قد ايه، الجريب بتاعه لو تقدر تخيم. فمن خلال هنشوف والله فعلا الراجل ده شخص نموذج للمحاكاه للبيشنت الطبيعي. بتدرب عليه بالظبط، بتقول له مثلا انت بتحس بايه، هو بيقول لك انا بحس بكذا. مش هو بيغير المرض، يعني هو يقول لك انا عندي كليتي وجعاني، لا انا عندي قلبي حسب الجزء بتاع التريننج. هو بيدربه الطالب عشان كده ان هو يقدر يفكر ويدايجنوز صح، يشخص صح، مش ويدي كده. هو بيقدر يجاوب على اي سؤال، على اي سؤال. يعني انا مثلا هو اكزاوستد مثلا سي مثلا على سبيل الفكاهه، يعني في مره من المرات انا كنت بتكلم معاه وقعدت لحد اخر اليوم بتكلم معاه، فجيت بقول له ار يو اوكي اوكي ناو، فهو قال لي ام تايرد، يعني خلاص بقى انا تعبت منك، يعني من الكلام خلاص انا تعبت من الكلام والله، وقال لي جود باي مره واحده، يعني من غير ما اقول له محاكاه. يعني هو في حته كده، يعني هو فعلا فيري انتليجنت، يعني عشان اقدر اقول عليه فعلا هو فعلا فيرست بيشنت كوميونيكيشن مانجر، وهو فعلا حاجه كويسه جدا ان هي تبقى موجوده، واول كونتاكت بيه تكون جامعه الجلاله، وبالطبع بنطبقه في جامعه الجلاله على الطلبه بتوعنا، وعلشان يطلعوا يعني نمبر 1 في سوق العمل. احنا اتجهنا ان احنا يطلع طالب جامعه الجلاله ان هو يطلع لسوق العمل هو طالب نمبر 1، لان جامعه الجلاله هي نمبر 1 ان شاء الله. على فكرة احنا جايبين برضو شبه حسام حسن، يا دكتور يزعل من مصدودك بعد كده ولا حاجة، طلبة يقول لك ده حسام حسن يعني، فاهمه كده يعني. فأنا مثلا يعني زي برضو في حاجة تانية من خواص بتاعت أليكس ان هو عنده speech recognition and response. يعني ايه؟ يعني هو بيتكلم الثلاث لغات اللي احنا قلنا عليها، وهو عنده male and female voice. زي ايه؟ انا هغير صوته دلوقتي وهخليه يتكلم كواحدة ست. Hello. Hello. How are you? It's a little hard to breathe. What brings you in today? It's a little hard to breathe, and I can't catch my breath. What's your full name? What's your name? My name is Annette Stark. Okay. Do you have any other symptoms? Besides the coughing and feeling. Tired bears. Nothing else I can think of. مش كمان بيتكلم بس بيمثل الحاله، يعني هو بيكح بالفعل ويدي لك كل الساينز. انت فعلا مع ريال سيتويشن، مع يعني مع حاله طبيعيه وعاديه خالص انت بتتكلم معايا. حاله سي بي ار مثلا، حاله انعاش قلب، انا ممكن احول دلوقتي حاله انعاش قلب واخليه برده ما يقدرش ياخد نفسه، مش هتلاقي الشست رايزنج اللي شغال ده، ويبقى فيه ستوبنج، ويبدا نبدا نعمل سيناريو. ومش بس طلبه كليه الطب بس، لا تشارك معانا كل يعني يبقى زي عندنا هنا، يبقى طالب كليه الطب وطالب كليه التمريض وطالب كليه الاسنان، وكل الطلاب اللي معانا ممكن نعمل لهم سيناريو ويشاركوا مع بعض في نفس السيتويشن في نفس الحاله، عشان ينقذوها كانه في سيناريو يعني في مستشفى بالفعل. ده بخصوص أليكس.